هذه بشارة. يقول: يا شيخنا، رأيت في المنام أني دخلت إلى البيت رأيت الشيخ الألباني وهو مضطجع، فقلت له: يا شيخنا، من يكون المرجع بعدك؟ فقام وذهب إلى الباب وفتح الباب وأشار بيده اليمنى ورفع السبابة وأشار إلى مكان وقال: العباد العباد، فما زال يكررها حتى استيقظت وأنا مبتسم. الله المستعان. أقول الله المستعان، يعني أنا ما يعني ما أقوم هذا المقام، أقول أنا لا أقوم هذا المقام، وهو قد يكون لها تعبير آخر.